نحن عملنا خلال اقل من سنتين اتفاق كهرباء, اتفاق بريد, اتفاق اتصالات, وهلا اتفاق المي. هذا اتفاق كهرباء بنعمل ابو جهاد خلال يعني اقل من سنتين. اظني راح يعمل تغيير كبير عندكم وعندنا. وبالنسبة لي أهم شيء إنه كل مرة لما بنخلي السياسة على جنب ونهتم بنشوف الطبيعة والبنى التحتية والاقتصاد غير السياسة نوصل لها. بس كل مرة لما بنلقى وين الأشياء المشتركة نجيب خير. وشكرا جزيلا للوزير. على احنا كان المفروض نوقع على الاتفاق قبل عدة أسابيع ولكن تم تأجيله لأسباب معينة. أنا بعتقد بأنه هذا مقدمة باتجاه باتفاق سلام شامل مع حكومة إسرائيل, وأن يكون هناك سلام حقيقي جدي يعطي فرصة حقيقية للفلسطينيين والإسرائيليين. أنا بعرف أن الطريق صعب في هذا الموضوع, ولكن إحنا بالجهد اللي بنبذله يوميا بنعمل على أقل تقدير مقدمات بهذا الاتجاه بين كل الأطراف. أنا بعرف أنه في أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين, ولكن ما يعزز هذه الثقة هو ما يتم الاتفاق عليه بين حقيقة اتفاق السلام الشامل والكبير بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية. شكرا جزيلا.